شوف، الاستهداف موجود للنساء والرجال، ولكن النساء في الفترة الأخيرة أصبحت قضية للنظام نفسه، خاصة وأنه يروج لنفسه وكأنه الممكن للمرأة الذي يوفر لها التعليم والوظيفة وأكثر يعني رؤية في المجتمع على المستوى العام. فيعني يبني هو سمعة جديدة على أساس أنه الممكن للمرأة. فعندما توجد يعني تقوم امرأة بالمعارضة، فهي يعني تحدث فجوة في هذه المروية الرسمية، لأن النظام لا يريد أن تكون المرأة هي يعني من تبعثر هذه المروية، خاصة وأنه يبني المجد الجديد والرؤية الجديدة على أساس أنه النظام الليبرالي المنفتح على العالم الذي يمكن المرأة، يعينها مثلا سفيرة في واشنطن، وهناك تعيينات لها سمعة كبيرة، ولكن التعيين لا يعني التمكين. فصوت المرأة عندما تكون في الخارج أو حتى في الداخل وتتعرض للقمع، هو يعني من يعني يدحض مزاعم النظام التي تبني المجد الجديد والانفتاح المزعوم. ولذلك يستهدف النظام بمساعدة الأهل في كثير من الأحيان على إرجاع هؤلاء النساء إلى البلد، أو يعني الضغط عليهم بشكل نفسي كبير حتى يتوقفن عن أي معارضة أو عن أي صوت. يعني لذلك هي سياسة تتبعها الأنظمة وخاصة السعودية في إسكات المرأة في هذه المعضلة. المرأة هي التي تسلط الضوء على فشل مشاريع التنمية ومشاريع الانفتاح المزعومة.